السلام عليكم. الشعور بالغثيان شيء بيسبب ليك احراج قدام الناس، احراج لنفسك، حتى بتحس انك تعبان. الغثيان ذات نفسه شيء متعب لا قدر الله لما بيحصل. هكلمك ان شاء الله النهارده عن معظم الاسباب اللي ممكن تسبب لي الغثيان. معاك دكتور احمد الشامي، دكتور علاج طبيعي اخصائي تغذيه. ولو انت اول مره تشوفنا ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها باذن الله على مدار الموسم. اضافه انك تقدر تنتسب للقناه ماديا عن طريق زرار جوين او الانضمام تحت الموجود في القناه. شوف الانترو وتعالى بنتكلم عن كل حاجه تخص الغثيان. تعرف كل ده ان شاء الله النهارده على مدار الحلقه. معاك دكتور احمد الشامي، دكتور علاج طبيعي. ولو انت اول مره تشوفنا ما تنساش تعمل لايك. نفس الكلام اللي بقوله لك كل مره، اللايك هو مثابه شكرا اللي انت بتقدمها لي. هنتكلم الاول عن الاسباب الشائعه للغثيان. اولا الشعور بالقلق والتوتر، الاحساس بالدوار الناتج غالبا من الحركه، رهاب او فوبيا نتيجه شيء معين، الاصابه بالصداع النصفي، التسمم الغذائي، التعرض للفيروسات زي الانفلونزا، اضطرابات الغده الدرقيه، اثار جانبيه لبعض الادويه، التهاب العصب الدهليزي. وكل دي اسباب منفصله تسبب لي غثيان. هنبدا نتكلم على حاجه حاجه كده بشيء من التفصيل، مش هدخلك في تفاصيل كبيره ولكنها مهمه جدا عشان تقدر تحدد ايه سبب الغثيان ده ومنه تقدر تعالجه ان شاء الله. طبعا اول حاجه التوتر او القلق. كتير من الناس بمجرد الاحساس بالشعور بالتعب او التوتر يبدا يوصل للغثيان، ويصاحبها كمان اضطرابات حاده في المعده. ويعتبر افضل حل للموضوع ده هو انك تتحكم في قلقك وتوترك ده، وانك تتخلص من المشاعر السلبيه والنفسيه اللي ممكن تاثر عليك. كما ان التقليل من الكافيين له دور فعال جدا مع الحالات دي. الناس دي اللي بمجرد موقف معين يوترها، حاجه تزعلها، حاجه تحزنها، حاجه مفاجاه بشكل غريب، يبداوا يوصلوا لمرحله الغثيان واضطرابات المعده الحاده. فالنوع ده يقلل من الكافيين لو بيشرب شاي، قهوه، مشروبات طاقه وخلافه، وفي نفس الوقت انه يحاول يتحكم في الحاجات دي اللي ممكن توصلوا للغثيان. تاني حاجة العلاج الكيميائي. فالأفراد اللي بيعانوا من العلاج الكيميائي للسرطان أجارنا الله جميعا وحفظنا جميعا، والمصابين ربنا يا رب يشفيهم ويتم شفائهم على خير، أو النوع اللي بيعمل له تخدير كامل أثناء العمليات أو قبل العمليات بيعمل تخدير كامل، معرضين للقيء والغثيان. فالنوع ده تحديدا يفضل أن الدكتور يديله حاجة للترجيع أو للغثيان، لو شخص لا قدر الله بيتعالج علاج كيميائي، أو لو شخص يعمل عملية ودخل في تخدير كامل. فاحنا بنركز لان الغثيان ممكن يحصل بعد ما يفوق، فالدكتور بيبدأ يديله حاجة علشان تقلله من الغثيان. ثالث حاجة بعض الأدوية. فتعتبر الآثار الجانبية لبعض الأدوية هي السبب الرئيسي للغثيان عند كتير من الناس. ومن أشهر الأدوية دي أولا مسكنات الألم، خاصة اللي بتتاخد من غير وصف الطبيب، زي إيه؟ زي الأسبرين والإيبوبروفين ومضادات الاكتئاب والعلاج الكيميائي للسرطان قلنا طبعا، والمكملات الغذائية زي الحديد والمضادات الحيوية والأدوية الأفيونية. كل دي حاجات تعمل لي آثار جانبية زي الغثيان. كما ان بعض الأدوية بتغير المعاملات الكيميائية في الدماغ، فممكن بعض الأدوية دي تأثر لي على الدوبامين والسيرتونين، وبالتالي هتأثر على الغثيان والقيء. كما ان بعض الناس بيعانوا من الآثار الجانبية للأدوية دي ان هم يجي لهم قيء ولكن بصورة مؤقتة، ولكن في بعض آخر من الحالات ممكن يظهر بشكل مستمر حتى بعد ما يوقف ياخد العلاج ده. يعني العلاج ليه آثار جانبية ولكن حتى بعد ما يوقفه ما زال الغثيان والقيء مستمر. فالنوع ده بيفضل انه بيرجع للدكتور مرة تانية علشان يعالج النقطة دي. رابع سبب الأمراض المزمنة. فبعض الأمراض المزمنة بتساهم لي في ان يحصل لي غثيان او قيء، وبترتبط الحالات الطبية دي بالجهاز الهضمي في معظم الأحيان. ومنها أمراض زي التهاب المعدة، القرحة الهضمية، الارتجاع المعدي المريئي، التهاب البنكرياس، حصوات المرارة، انسداد الأمعاء، التهاب الزائدة الدودية، والإمساك المزمن. دي أمراض مرتبطة بالجهاز الهضمي تسبب لي غثيان أو قيء. ولكن في بعض الأمراض التانية غير مرتبطة بالجهاز الهضمي وتسبب لي غثيان أو قيء برضو. أمراض زي انسداد شرايين القلب، الجلطات الدموية، التهاب السحايا، ارتفاع أو نقص السكر في الدم، ضربات الشمس، الجفاف والنزيف. دي حاجات غير مرتبطة بالجهاز الهضمي وتسبب لي غثيان أو قيء. كما إني عندي بعض الأسباب التانية زي قصور في الغدة الكظرية. فلو حصل لي اضطراب هرموني في الغدة الدرقية، بالتالي يحصل لي عجز في انتاج الكميات الهرمونية اللي بتخرج من الغدة الكظرية، فبالتالي ممكن تسبب لي في مرض اسمه مرض اديسون، ودي من الامراض المناعية اللي بتعوق انتاج الكورتيزول. الكورتيزول اللي هو هرمون التوتر، وده احد هرمونات الايض او التمثيل الغذائي. بيجي بقى مع قصور الغدة الكظرية حاجات زي الغثيان والقيء. وتركز قوي ان مش مجرد الغثيان والقيء هو المشكلة الرئيسية،
الشخصية بس، لا الموضوع ممكن لا قدر الله يكون خطير. فلو في مشكلة في الغدة الكظرية تحديدا بتتابع مع دكتور غدد، غدد صماء هو اللي مسؤول عن النقطة دي. ممكن يكون عندي متلازمة التقيؤ الدوري، ودي متلازمة من الأمراض المزعجة والمخيفة، هي منتشرة بشكل كبير بين الأطفال، إلا إنها ممكن تصيب الرجالة البالغين برضه، وبتسبب نوبات متكررة ومفاجئة من القيء والغثيان، بيكون غثيان شديد بالمناسبة وما بتبقاش عارف السبب الرئيسي ليه، وممكن إن النوبات دي تستمر لمدة ساعات، وممكن توصل كمان لأيام، وتم الربط بينها وما بين الصداع النصفي، واتنشر البحث ده في مجلة علم الأعصاب سنة 2021، ارتبط ما بين التقيؤ الدوري والصداع النصفي. آخر سبب ممكن يسبب لي ابتلاع الأجسام الغريبة، فالأجسام الغريبة بتعمل تهيج في المعدة، وبالتالي الجسم بيبقى محتاج يخرج الحاجة الغريبة اللي دخلت، وبالتالي يخلي الجسم يحس بشعور بقيء وغثيان علشان يطرد الجسم الغريب اللي دخل. وفي نوع نادر من الاضطرابات اسمه اضطراب بيكا، وده بيكون متلازمة غريبة شوية، وهو الرغبة في ابتلاع الأجسام الصلبة عمدا. وفي بحث اتعمل سنة 2022 عن الاضطراب ده، واتنشر في مجلة علم الأوبئة والعلوم النفسية، وارتبط الاضطراب ده بأن هو خلل نفسي في المقام الأول. كل دي أسباب وحاولنا نلاقي لها بعض الحلول للغثيان والقيء اللي ممكن يكون مصاحب لحاجات كتير جدا. نهاية لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها بإذن الله على مدار الموسم. إضافة إنك تقدر تنتسب للقناة مدلا عن تزرار جوين أو الضمام تحت الموجود في القناة دي. قناة العلاج الطبيعي بنتكلم فيها عن كل العلاج الطبيعي وبعض المواضيع اللي خارجة عن العلاج الطبيعي زي حلقة الغثيان اللي ملهاش دور رئيسي أو في العلاج الطبيعي، ولكن حبيت أقول لك الأسباب اللي ممكن تسببها وإزاي تتغلب على كل حاجة من دول. لو وصلت لحد هنا شكرا جدا ليك، بفكرك إن في قناة التغذية فيها محتوى هيساعدك بشكل كبير ومفيد ليك ولغيرك. بس كده، سلام عليكم. بأكد على نقطة بقولها دايما، إن إحنا هنا في القناة مش بنعالجك، الأسباب دي مش أكيد عندك حاجة منها، مش أكيد لا دم عندي قيء وغثيان يبقى عندي مشكلة في الغدة الكظرية مثلا، ولا إن أنا عندي قلق وتوتر، ولا إن أنا عندي أمراض في القلب والأوعية الدموية، ولا إن أنا عندي انخفاض أو ارتفاع في السكر. أنا بقول لك علشان تشوف حالتك. أنا شخص لا قدر الله بعاني من مرض السكر، فلاحظت إن فيه قيء وغثيان بيجيلي فأبدأ أركز في قياسات السكر. أنا شخص مثلا لا قدر الله بتعالج علاج كيميائي بمرض ما وبدأ يجيلي غثيان أو قيء، ببدأ أرجع للدكتور عشان يشوف لي حل مع الموضوع ده. أنا شخص حياتي كذا حياتي كذا حياتي كذا، بربط السبب اللي بيعمل لي غثيان أو قيء وحاول أشوف إيه أقرب سبب لحالتي وأرجع للدكتور أتعامل بيه، مش مجرد علاج من على النت. الفيديو ده لا يغنيك عن الكشف ولا عن معرفة انت عندك ايه من الاساس. بس كده، سلام عليكم.